سؤالي بقى ليك انت بايه؟ ايه اكتر مشهد ارهقك ذهنيا؟ كنت حاسس ان انت تعبان قوي من بعد المشهد ده، او بمعنى اصح حاسس ان انت عايش بيه. انا مش امير، انا الشخصية دي. بص، هو من اكتر المشاهد اللي ما انساهاش في حياتي طبعا، اللي تعبت فيها قوي وبعديها حتى تعبت نفسيا وتعبت جسديا وكل حاجة، هو المشهد في الحلقة 28 في مسلسل اختيار، ساعة لما أحمد المنسي استشهد رحمة الله عليه. هو المشهد ده كان صعب قوي، كان صعب كمان عشان كان معايا الناس اللي كانوا معايا في العملية، كان في 2 كانوا موجودين لسه عايشين، فكانوا بيشرحوا لي ازاي هو طلع هنا وقف هنا وضرب عليهم ورجع مش عارف ايه واستشهد في المكان ده، فهتقعد طول مكانه. فلما قعدوا يشرحوا لي الموضوع كله أنا يعني لا تعبت، واتضايقت أكتر لما حسيت إنه مثلا ولاده لما يتفرجوا على المشهد ده هل هما ممكن يعني يحسوا بإيه؟ أكيد طبعا المشهد يبقى صعب بالنسبة له. فده من أكتر المشاهد اللي تعبت فيها في حياتي بصراحة، نفسيا وجسديا. يعني إحساسك وأنت قاعد مكانه؟ طبعا إحساس صعب جدا يعني. أي نعم طبعا، قاعد في مكان عظيم طبعا، مكان عظيم، أي حد يتمنى يقعد مكانه وأي حد يتمنى يستشهد عشان خاطر بلده ويعمل اللي هو عمله طبعا. بس ده موضوع صعب، الموضوع مش سهل طبعا، موضوع كبير يعني.